السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهارده ديك الرومي في الكيس الحراري. بس قبل ما نبدا الفيديو، يا ريت لو ما اشتركتوش في القناه تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، هنتبله مع بعض ونعمل مع بعض الجرنش بتاعه وكل حاجه بكل سهوله. هنعمل كده حاجه تشرفك في العزومات او الخطوبه او لاي حاجه ان شاء الله بطريقه سهله وبسيطه. هجيب عصير الليمونتين وهجيب 3 معالق من الكاتشب او الصلصه المتوفر عندك. هنا معايا بهارات، معايا كركم وفلفل اسود وبابريكا. انا هحط بس البهارات اللي هي الاول اللي هي الناعمه، معايا بهارات تانية هكمل بيها. وهنزل بمعلقه زيت ومعلقه من العسل الابيض. هظبط كل الكلام ده مع بعضه وهضربه بالمضرب اليدوي بحيث ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص، علشان ده اللي هحقن بيه صدر الديك. هجيب سرنجة تكون كبيرة وتكون لسه متغلفة، مش فاتحينها قبل كده ولا حاجة، انا فاتحها قدامكم اهو. والله لو عرفتي تعملي بسن السرنجة يبقى خير، لو ما عرفتيش ممكن نعمل بالسرنجة من غير السن. هي بيبقى الموضوع صعب شوية لأن الدريسنج ده بيبقى تقيل شوية. هحاول أحشي معاك اهوتي، أسفة أحقن معاكم. هجيب بين اللحم كله بتاع الصدر بتاع الديك وبين الأوراك والحاجات اللي أعرف أحقن فيها أحقنها كويس، علشان ده اللي هيخلي، لأن الصدر بتاع الديك الرومي بيبقى دلع شوية في الأكل. الحاجات اللي احنا بنعملها دي هي اللي بتخلي الديك ما شاء الله طعمه حلو. هجيب بقية الحاجات معايا، الخشنة اللي هي الزعتر والروزماري وبقية البهارات، توم بودر وبصل بودر وزبادي وكل المكونات، بقية المكونات اللي كانت معايا على الخليط اللي بقى معايا. وده هدعك بيه الديك من بره ومن جوه كويس قوي، لان ده اللي هتبل فيه. هحاول بالفرشة كده ادهن اي مكان في الديك الرومي من الجلد ومن جوه. لازم الخلطة بتاعته دي هي دي اللي هتدينا بقى الطعم الحلو للجلد وهتدينا اللون بتاعه النهائي، لان هو كده كده هيتحمر في الكيس، مش هنشيله من الكيس غير لما يخلص خالص، مش هيحتاج انه يتحط في صينية ويتحط في الفرن ولا حاجة. وهقلبه على الناحية التانية على الظهر كمان. طبعا انا نسيت اقول لكم خطوة، ان الديك ده احنا نقعينه في محلول نقع قبلها ب4 ساعات، ملح وسكر وخل و4 ريت لمية او 5 ريت لمية، ونقعته لمدة 4 ساعات. هنا الطبلة بتاعت الديك او زي ما بتسموها عندكم، مش هسيبها فاضية. انا عندي رز بالخلطة هنا كده عاملاه، هحشيها وهبدأ اعملها بخلة او بالستيك بتاعت الشوي علشان تكون جامدة معايا. وهنا جايبة بصلاية وبطاطساية كبيرة وجزر وفلفلة واي حاجة من دي، نحطها كده مع بعضها. الخضار ده بنحطه في قلبه، دي التتبيلة اللي اتبقت من الديك، طبعا مش هنرميها. هحاول احشي البطن بتاعت الديك كده من جوه بالخضار قبل ما اقفله، واحاول اكتف الديك كده علشان ما يبقاش في التقديم الرجلين بتاعته، لما يخلص كده بتبقى الرجلين بتاعته اترفعت. هجيب هنا كيس الحراري، ده بجيبه كده كيس على بعضه فيه 3، هحطه في واحد. ولو لقيته انه مثلا مش هيبقى يعني جامد على قد الديك كده، لان الديك ما شاء الله بيبقى كبير عن الفراخ والحاجات التانية، هحط 2. هجيب الاول معلقة دقيق كده وابدأ ابطن الكيس علشان ما يلزقش على الديك. هو في المراحل الاخيرة كده لما بنفتح عليه شوية من فوق بيبقى يلزق على الديك او على اي حاجة، ببطنه بدقيق. وهحط بقيه الخضار معاه في الكيس واحاول اربط الكيس كويس، ده القفل بتاعه اللي بيبقى جاي معاه. نتاكد بس ان احنا قفلنا الكيس كويس علشان ما يفكش مننا في الفرن، ونحاول واحنا بنحطه ما يطولش الفرن من فوق علشان ما يتفتحش. هجيب ميه سخنه بتغلي كده واحط الديك في صينيه، وهحط تحتيه قيمه 3 كوبايات ميه كده بتغلي، وهبدأ ببوز السكينة كده في اعمل فتحات بس عشان خروج البخار من الكيس زي ما انتم شايفين كده. هحطه في الفرن مش اقل من 4 ساعات في الفرن.
زي ما انتوا شايفين كده طلع اللون ده، انا ما حمرتوش ولا حطيته تحت شوايه ولا اي حاجه، هو زي ما انتوا شايفين كده خرجته من الكيس بالشكل ده، ما شاء الله اللون بتاعه بيلمع وشكله جميل. ده كده الشكل النهائي بتاعنا. لو عجبكم الفيديو لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.